وشوشة. اولا طبعا مبسوطه ان انا موجوده معاكم في وشوشه، ودايما مساندني في كل اعمالي وبتشجعوني وبتحمسوني، فبجد بشكركم وبشكركم على عيد الميلاد اللي اتعمل لي ده الحلو قوي، بجد انبسطت بيه. وتكريمي طبعا معاكم ده شرف ليا وبيديني دافع دايما لقدام. لو هتكلم عن ظل الرئيس، لان انت سألت عن ظل الرئيس بالذات، انا مبسوطة جدا بالعمل ده ككل، مبسوطة قوي بشركة فنون مصر اللي دايما بتتبنى النجوم وبتحطهم نجوم صف اول في اعمال درامية. مبسوطة قوي ان انا اشتغلت مع نجم ياسر جلال وكل فريق العمل، لانه الحمد لله كلهم اسامي يعني موهوبة جدا واسامي تقيلة في السوق. أستاذ أحمد سمير فرج، كل الشكر لي على المجهود الرائع اللي قام بيه معنا كلنا ومع المسلسل كله في كل تفاصيل العمل. والأستاذ محمد إسماعيل طبعا بشكره على الشخصية المركبة اللي فيها تفاصيل كتير قوي، اللي أنا شخصيا كنت مبسوطة قوي بردود الأفعال اللي سمعتها عن غادة في ظل الرئيس. بتطلع طيبة قوي ومتعاطفة قوي مع أخوها وبتحبه جدا وبتوقف معاه، حاسة قوي بنت أخوها اللي هي كانت ميان الجميلة، طبعا وجه جديد، رغم ان هي شوية تحس ان هي جامدة معاها، بس هي اكتر واحدة حاسة بيها لان هي تعرضت لظروف كتير، علاقتها بجوزها اللي عايش وسيبها لوحدها، وعلاقتها بطارق الجمل اللي كان علامة استفهام في المسلسل، علاقتها باخوها، علاقتها بمرات ابوها، علاقتها بنفسها هي كشخصية، هي يعني في وقت كتير قوي مش عارفة هي عايزة ايه. لا فيها تفاصيل كتير طبعا غير مفهومة، وفي وقت من الأوقات تشك فيها ان هي ممكن تكون ورا الحادث اللي حصل، كان عليها علامات استفهام كتير في المسلسل. وانا انبسطت جدا بالجدل اللي حصل حوالين الشخصية، يعني اكيد طبعا ان الورق مكتوب بشكل حرفي جدا. أستاذ أحمد سمير فرج قعد معايا كتير على الشخصية، وجوه المشاهد وانا بعمل المشهد، يعني جوه المشهد كان بيوقف ويجي يتكلم معايا على جنب في تفاصيل كده جوه المشهد، يعني دينا بصي هي في الحتة دي جاية من هنا فرايحة هنا فانت لازم تحي، فالمشهد كان بيطلع بشكل غير اللي انا كنت بعمله خالص بجد بتوجيهاته. هو من الناس اللي كان بيروح المونتاج وكان بيجي يحمسني جدا، بيقول لي بجد فرقة معايا السنة دي. دايما ياسر جلال كان يجي يقول لي انت عاملة شخصية حلوة قوي، شخصية فيها شغل كتير وفيها مراحل كتير، لدرجة ان انا كنت بحس في وقت من الاوقات ان هم بيشجعوني علشان اكمل بشكل كويس، بس لا الحمد لله ردود الافعال كانت الحمد لله كويسة قوي. كيان فنون مصر طبعا سبب رئيسي في نجاح ظل الرئيس، قوة نجم باسم ياسر جلال في التمثيل، غول تمثيل، الورق طبعا، النجوم الكتير اللي كانوا موجودين في المسلسل من أصغر اسم الأكبر اسم، الوجوه الجديدة اللي كانت موجودة، والمايسترو طبعا أستاذ أحمد سمير فرج اللي كان يعني من أول يوم متبني المشروع لآخر يوم، المجهود الرائع اللي بذله مع كل الناس اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا أكيد سر نجاح ظل الرئيس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة. وشوشة الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org